أهلا، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بألف خير. لأن كثير حبينا الرول اللي عملناه السنة الماضية من ناحية الشكل والطعم، وكثير حلو إنه يكون موجود على السفرة، وبرضه لأنه البعض منكم استصعب من طريقة تسحيب الدجاجة كاملة، فحبيت اليوم أعمله بطريقة مبسطة جدا بدون تسحيب وغلبة. راح أعمله باللحم المفروم، ولو حابين تشوفوا فيديو العام الماضي بتلاقوا الرابط تحت الفيديو. وسواء هاي الطريقة أو اللي قبلها اثنيناتهم زاكيين، خاصة إنه فيكم تنوع بحشوة الرول، إما بالرز أو الفريكة أو بالخضار زي ما رح نعمل اليوم. تابعوا الفيديو للنهاية لأنه فيه أفكار كتير حلوة. ويلا نبلش بتجهيز الحشوة. بالأول بشوح اللحم المفروم على نار عالية لحد ما ياخذ لون وتنشف ميته شوي. بعدها بضيف عليه بصلة مبشورة وعرق بصل أخضر لو متوفر عندكم. بضيف كروبس، كثير بحب أحطه بحشوات السمبوسة لأنه بيعطي طعم كثير مميز. ضفت جزر مبشور ناعم، شايفين كله ورا بعضه، تقليب سريع. احنا ما بدنا نطبخ الخضار لانه راح ندخله الفرن. واخر شي ضفت حبة كوسة مفرومة. وتذكرت انه زاد عندي امبارح شوية من خلطة المحاشي، فحرام تنكب، ولو فرستها رح انساها، فحكيت ليش ما احطها معاهم، منه بحافظ على النعمة ومنه بستفيد منها. وبالمناسبة مرات بعمل فيها شوربة كمان. المهم لا تكبوا اشي ابدا ابدا. وهلا نرجع للحشوة. عشان فيها رز ضفت شوية شوربة لحم لحتى يطرى شوي، وبس طفيت الغاز حطيت عليها ملح وفلفل أسود لأنه ما بدنا نحس بطعم الخضار. أما بالنسبة للدجاج، إما بتجيبوا مفروم جاهز أو بتفرموه بالبيت زي ما أنا عملت لأني بحس هيك أضمن. فتبلته بنص ملعقة ملح، وفوقها بهار مشكل، كركم، فلفل أسود، ثوم بودرة، وبصل بودرة. كمان زعتر بري أو ريحان، ودبس فليفلة. ضفت بيضة لحتى يعطي طراوة لصدور الدجاج. لو استخدمت صدور مع أوراق ما في داعي للبيضة. خلطت كل المكونات مع بعض وعجنتها بإيدي زي الكفتة. وبعد ما بردت الحشوة أجا دور لف الرول. بلزمنا ورق زبدة وتحته ورق قصدير. حتسألوني بصير نستغني عن ورق الزبدة؟ هو بصير، لكن زي ما انتو عارفين انه القصدير ضار، وغير هيك احتمال يلزق معكم الرول وينشف. فالأفضل نحط ورق الزبدة لحتى نضمن ان الدجاج يضل طري وما يلزق. تمام؟ ومع هيك رح ندهن ورق الزبدة بشوية من الزيت، وراح ندهن ايدينا كمان ليسهل علينا فرد اللحم. حاولوا افردوها مستطيل مش سميك، وحطوا الحشوة على بعد 7 سنتي
بمعنى انكم ما تلزقوها بالضبط على الطرف. وبلشوا لفوها مع ورق الزبدة، وكل ما تلفوا شوي اسحبوا الورقة من فوق، واحرصوا يكون شكل الرول حلو ومتناسق. ولما توصلوا للنهاية ارجعوا لفوها بالعكس وسكروا الأطراف. بعدين لفوها منيح مرة ثانية بالأصغر. بنحطها بصينية فيها مي مغلية وندخلها الفرن. الفرن ضروري يكون محمى من قبل. بالبداية بحميه على نار عالية، وراح نخلي الحرارة على 190 درجة بالرف اللي تحت الوسط، وبلزمكم كل نص ساعة تشيكوا عليها لحتى تشوفوا هل المي نقصت ولا لا، ولو نقصت تزيدوها. بدها تقريبا ساعة وربع بتكون اللحمة استوت. وعلى السريع خلينا نحضر صوص الدهن. راح نحتاج لملعقة من دبس الفلافل، ملعقة صلصة طماطم، رشة بنجر. هذا أنا عملته، فلو حابين تعرفوا الطريقة خبروني تحت الفيديو. وملعقة زبادي، رشة كركم وفلفل أسود، ملعقة زيت نسيت أصورها. بس يستووا راح أشيل القصدير وراح أدهنهم بهذا الخليط، وبرجعهم على الشواية لياخذوا لون ذهبي. ومع هالأكلة لازم نعمل صوص المشروم، كثير مناسبين مع بعض. فرمت ربع كيلو مشروم طازة على شكل شرايح، وبنصحكم بالطازة لو متوفر، أطيب من معلب بمراحل. بحتاج كوب حليب، ملعقة طحين، ملعقتين زبدة، ملح وفلفل أسود، وملعقة جبن كريمي، وملعقتين ورشستر. أو لو ما عندكم ممكن تحطوا ملعقة من صويا صوص. ولأنه ما عندي كريمة راح أخلط كوب حليب مع الطحين والجبنة، فراح يعطيني نفس الطعم. على النار ذبلت المشروم بالزبدة وأكيد معاهم ملعقة زيت، راح أشوحهم على نار وسط لحد ما يطروا شوي. بعدها ضفت خليط الحليب وكوب مي، نسيت أصوره كمان. وبس غلي ضفت الصوص وطفيت النار، وهيك أمورنا صارت جاهزة.
طبعا يفضل اني اترك الرول يبرد شوي قبل ما اقطعه، لكن انا عشان وقت الفطور حبيت افرجيكم سريعا. بتقدمه جنب صوص المشروم، شايفين المنظر كيف مشهي؟ طبعا ما أحكي لكم على ريحة اللحمة قديش زاكية، وقديش هاي الوصفة منحبها وراح تنعاد أكثر من مرة. بنصحكم فيها، ولو جربتوها اكتبيلي تحت بالتعليقات عن رأيكم فيها. ولهون بكون وصلت لنهاية وصفتنا اليوم، أتمنى تكونوا استمتعتوا وأنتم بتحضروا. لو حابين تفيدونا تعملوا لنا شير حلو لطيف زيكم، تضغطوا على زر الإعجاب. صحة وألف عافية على قلبكم، ومع السلامة.